تعطي فيها سؤالية ديال المباراة حتى في مارجيطوني باقي ما عرفش راسو في غيلات. المارجيطوني كيحاول انه يقدم ملتمس للجميع باش يلعب المباراة الأولى هنا في الأمبيكا فيصل، من مادام أن الإصلاحات باقا ما بداتش كنظن أن الأمر منطقي، يعني الإصلاحات باقا ما بداتش الملعب، علاش الفريق يضطر أنه يمشي يستقبل خارج الميدان ديالو الملعب متاح اللي هو ملعب سان جيرمان؟ إلا كانت يعني إلزامية من الجامعة على الفرق أنهم يلعبوا مباراة. وصلنا المرضي أن الجامعة الملكية المغربية دارت إلزامية ديال ان هذا الموسم رسميا بالمصادقه ديال الجميع ما غاديش يكون فيه المباريات في ملعب اصطناعي، يمكن هذا هو الامر اللي مخلي هذا الامر ده معطل شويه. دابا تطوان مازال ما اختاروش، رغم انك تاروش اخبار على طنجه، هذا غير اختيار جو بونس. بالفعل كيمكن اخبار على طنجه، ولكن يعني انا قبل المراسله بشويه اتصلت بالرئيس المغربي قال لي باقي ما حددش الوجهه بالضبط، باقي ما ممكن ان احتلم ديكا كاين هذا الاقتراح يعني يوقف على الجميع، ممكن انه يكون وأن الإلزامية يمكن الموسم المقبل أخي أيوب. على العموم على حسب ما قال الرئيس المغربي على العموم اليوم لا بعد تقدير أن يتعرف الملعب لتجرى في المباراة، الاحتمال ديال طنجة هو احتمال كبير، أيضا احتمال ديال الملعب بلدية قنيطرة وارد، يعني جوج الملاعب اللي ممكن إذا ما كانش الأولمبيكا غيستقبل فيهم فريق المغربي شباب محمد عفوا في أولى مباريات الموسم. يمكن المرضي النقطة ديال الموسم الجاي ولا هذا الموسم على حساب بعض الأمور اللي تم نقاشها، ف الناس ديال الفيدراسيون اختاروا هذا الموسم علاش؟ قال لك حيت ديجا العام الجاي يقدروا ان شاء الله يكونوا الجمهور، مازال دابا ما كاينش الجمهور، يقدر ما يكونش التاثير ديال عاملي الارض والجمهور، كيبقى غير عامل الارض. مي كما قلتي حنا ننتظروا، قلتي اليوم في العشيه يقدر يبان شنو غادي يكون. بالفعل ايوب، غير هو ان تطوان كاين مشكل ديال ان خصو يتعمل يصلح الملعب وتبدل الملعب الارضيه ديال الامبيكا، واللي ممكن ان تكون المده ماشي هي اللي كتبقى ديال 3 شهور ممكن طوال. علاش؟ لان الدريناج اللي كاين الان ما باقي ما كاينش تاكد باش انه شي يصلح للعشب الطبيعي او انه خصو يتبدل الدريناج. اذا كان غيتبدل الدريناج ممكن ان الموسم كامل تطوان تلعبوا خارج القواعد. بالنسبه للتدريب فين كيدربوا تطوان؟ كيترينوا في الملعب؟ كيدربوا في نفس الملعب اللي كي اذا شنو الحل البديل؟ لكن الملعب غيتسد؟ إذا كان الملعب غيتسد كاين ملاعب الملاليين، والمشكل أن في الملاعب الملاليين ما كاينش ملعب بعشب طبيعي، فهذا غيطرح إشكال آخر هو أن إيجاد ملعب بعشب طبيعي من أجل التدريب، لأن المباريات غتكون في ملعب بعشب طبيعي. الجامعة كان ملي تفكر أنها تبدل الأرضية ديال ملعب سان جيرمان كان خص الأولى تبدأ في الفترة اللي فاتت تبدا بملعب ديال التدريب، توجد ملعب تدريب للفريق، لأن هذا غيكون عنده إكراه كبير. ما غاديش تطواري ما غيبقاش غير مشكل ديال التدريب، خصو يبقى يتنقل لخارج تطوان من أجل التدرب، وهذه المسألة كنظن أنها تكون مكلفة ماديا حتى نفسيا للاعبين ماشي كيترينيو برا تطوان، مسألة شوية صعيبة أيوب. على العموم نستناو شنو غادي يجي في الساعات القليله المقبله، لان بقى والو، والمباراه ديال المغرب هي المباراه الافتتاحيه للموسم ضد الشباب المحمديه، فخص القرارات تكون اسرع شويه وكل شيء يتعرف قبل بما فيه الصالح ديال الفرق كلها. ما يمكنش التجني على فريق او خدمه فرق صالح ديال الفرق والتجني على فرق اخرى. المغرب تطواني سبق له تضرر من عمليه ديال الاصلاح ديال الملعب ديالو قبل موسمين وكان قريب من السقوط للقسم الثاني. شفنا يعني ملي رجع للملعب ديالو كيفاش قدر انه يعمل يعني اياب تاريخي، وقدر انه يجمع عدد النقط اللي من 6 نقط صلبه ديال الوضعيه ديالو. هذه المساله ماشي دائما غتعاود. نعم، ومن المرض يمكن كنا تعاودين نقطه اخرى ابار الظروف ديال الانديه، يمكن كلك تتكلم مع اللاعبين في البطوله كامله من بعد دراسات كبيره، فتيبان صعب انك تبقى تلعب سانتيتيك، عنده بزاف ديال الامور سلبيه، بزاف ديال الفرق كيتفاداو انهم يلعبوا بلاعبين الرسميين ديالهم او لاعبين اللي معرضين للاصابه في مباريات سانتيتيك. كنت تطوان راه بدا كيتاثروا به مؤخرا، اما كما قلتي انت خاص يكون غير البديل على الاقل، بعدا يكون عندك ملعب التدريب انه يكون طبيعي باش تقول ماشي مشكل غنبريباري في الطبيعي بما جا الملعب. ما قلتي دابا كاين مشكل ثنائي كتكون الامور صعب شويه. بالفعل لا، لان الضرر ديال السانتيتيك واضح وباين حتى على اللاعبين ديال المغرب تطواني، واخا انه الملعب ديال سان جيرمان واللعابه ولفوا على سانتيتيك ممكن انه كنا كنشوفهم كيقدموا مستويات كبيره، خصوصا الموسم الماضي سانتيتيك ملي كيخرجوا يلعبوا في الطبيعي كيبان الاختلاف، كيبان ان المستوى كيطيح شويه، ولكن البادي خصو يكون قبل. دابا جات 3 شهور او شهرين تقريبا كانت الاصلاحات تكون بدات مع نهايه الموسم وكنا قطعنا اشواط فاصلاحات، وعلى الاقل يكون علينا وجود اي ملعب تدريب. على العموم المغرب تطواني عليه انه يجبر ملعب اذا كان غيبدا الاصلاحات الامبيكا، فعليه انه يجبر ملعب فين يلعب وملعب للتدريب ايضا.
فين يدرب المباريات ديالو، حيت ماشي من المنطقه انه يدرب في سانتيتيك في الملاليين ولعب في العز الطبيعي المباريات ديالو. نعم هذه النقطه ديجا كما قلتي غنتسناو العشيه باش نعرفوا فين غادي يلعبوا اوفيسيالمون، في تطوان ولا في مكان اخر. نقطه ايوب الكحل، واش الاخبار بصح انه رجع للتدريب ديال تطوان ولا لا؟ ايوب الكحل رجع للتدريب ديال تطوان، واخر مباراه اعداديه شارك في اخر 4 ساعة فيها ضد وداد قلعه سرغنه اللي انتهت فوز فريق مرشطوني 1-0، لعب 4 ساعة الاخرى وكان متالق ايوب الكحل، قدم مستوى يعني في هذيك 4 ساعة واخا شحال ما لعب شحال ما ترينا كان ايوب اللي كنعرفوه بديك يعني بالمراوغات ديالو بالاستلامات الكره ديالو الجميله والتحركات ديالو السريعه واللعب ديالو وتبارك الله الكونديسيون فيزيك اللي عنده مزيانه كيتحرك في جميع الاماكن في الملعب. المضحك ايوب هو عندي واحد سكوب، وان مشى ايوب تعاقد مع مانجر جديد. هذا المانجر الجديد مشى وجلس مع رئيس فريق الوداد البيضاوي واتفقوا على ان صافي وصلوا لاتفاق نهائي باش يجي ايوب كحال للوداد. اها هادشي على الميركاتو الحالي اللي سال الباحث. الحالي هادشي غير هاد يومين من بعد ملي اتصل ملي اتصلوا باللاعب باش يجي رفض انه يجي لفريق الوداد البيضاوي. دابا اللي فهمت منك المرضي اللي مش دقه دقه حتى تشي فهمنا والو في القضيه الكحل. دابا الكحل دابا المرضي دابا قلتي ايوب الكحل كان عنده لاجون الاول ديالو ولا مع العائله ديالو اتفقوا مع الوداد ياك اتفقوا مع الوداد باش انه يسيني في الوداد، كان اتفاق ما بين اللاعب مع لاجون ديالو الممثل ديالو الوكيل ديالو في ذاك الوقت مع تطوان ومع الوداد انه يمشي للوداد، هادو كلهم اتفقوا واللاعب الكحل في الاخير رفض انه يلتحق بالوداد في اخر لحظه، هذه كاينه. دابا هذا الموضوع اللي الاول هذا الاول هذا اخر ما كاين من بعد شنو دار؟ دابا شتو دقه دقه باش تحطوا لنا الصوره من بعد ما بقى عنده التاجون كما كان قال في تصريح اذاعي كنظن مع داز مع ام اف ام كان تكلم على هذا الامر هذا وابخي داز دار اجون اخر، دابا دار اجون اخر، هذا الاجون الاخر كتقول انه مشى حتى هو تفاوض مع الوداد واتفق معاهم باش يسيني ومن اللي خاص يجي الكحل يسيني ما سيناش. دابا نعطيك ما هو اكثر، ما عرفتش واش ممكن انني نقول السميه ديال لاجون ولا نخليوها بلا ديك الاسماء. على العموم هذا لاجون هذا حتى العلاقه ديالو مع رئيس الوداد ما كانش علاقه يعني فيها ود، كان عندهم شي اختلافات ودخلوا الناس وصلحوا الاختلافات ومشى هذا لاجون جلس مع رئيس الوداد البيضاوي واتفقوا على جميع البنود والشروط اللي ممكن ان تخدم اللاعب وتخدم فريق الوداد وايضا فريق مارستوني في هذا الانتقال هذا. من بعد ملي اتصلوا بايوب الكحل قال لهم انا ما بغيتش باقي انا باغي نبقى في تطوان هذا العام. هادشي هذا اخر ما كاين. ولكن اللي بغينا نفهموا واش لاجون ديالو واش كيتعامل او كيتفاوض هو بدون اذنه او كيتفاوض باذنه من بعد كيتراجع ايوب؟ لا تفاوضوا طبعا مادام جا لتطوان وقع معاه العقد ديال انه هو يتكلف بالامور ديالو فغيكونوا هضروا بيناتهم ويقول له بانني نورمالمون ومادام ان يعني لاجون كان عنده سوء تفاهم مع رئيس الوداد وتم اصلاح هذا سوء التفاهم هذا ومشى السيد وجلس مع رئيس ديال الوداد البيضاوي ونضاو الامور كلها يعني المشكل بقى في اللاعب، اللاعب يمكن في الاخر تلف مع هادشي القيل والقال اللي كثر بزاف وما عندوش تجربه التعاقدات يمكن غريب. هذه اغرب قصه في تاريخ الميركاتو المغربي جو بونس. بالفعل في الاخر فضل انه يبقى غير هو ان يعني هادشي هذا كامل اللي كيبان انه ما اثرش على ايوب الكحل، يعني انا تلاقيته اكثر من مره في الملعب قبل ما يبدا التدريب ملي رجع للتدريب وملي لعب المباراه ضد وداد قلعه سرغنه وايضا في الحصه التدريبيه ديال البارح في العشيه فكيبان المعنويات ديالو عاليه وانه باغي يقدم مستوى كبير. معنويات جمهور تطوان كنقرا بعض لي كومونتير جمهور تطوان سعداء بان الميركاتو سالوا والكحل غيبقى معاهم. بالفعل لان الا شفنا الا شفنا الهجوم ديال فريق مرشطواني هذا الموسم وماشي غير الهجوم ايوب زعما نهضر معك صادق وانا تبعت الفريق حاولت انني نتبع مؤخرا الفريق في المباريات الوديه ديالو كامله حتى في الحصه التدريبيه فكيبان ان غتكون تنافسيه كبيره بين اللاعبين ديال المغرب التطواني اذا ما تخلقوش مشاكل ماديه وان الفريق المغرب التطواني يقدر انه يوفر على الاقل لي سالير باش ما كيوقعوش هذوك المشاكل النفسيه واللاعب مخلص وداك الشيء اذا بقى قدر المغرب التطواني انه يحقق هذاك الاستقرار المادي على الاقل غير في لي سالير فغتكون تنافسيه بين اللاعبين ديال المغرب التطواني كل واحد كل جوج كاين في مركز كاين بعض المراكز اللي فيها ثلاثه ديال اللاعبين مثلا الحارس الجديد يحيى الفيلالي يقدم مستويات كبيره فهنا غتكون يعني تنافسيه كبيره بينه وبين رضا بوناكا اللي ايضا عمل موسم ممتاز السنه الماضيه. في المركز ديال الظهير الايسر كنجبروا حمزه المساوي اللي كيمشي للمنتخب المحلي وجاء انس المرابط تبارك الله بلياقه بدنيه كبيره ومستوى اللي ممتاز اذا كان في المباريات الرسميه فغتكون ايضا اللي سجل البلاصه ديالو ايوب غادي يندم عليها. نعم الظهير الايمن كاين الشخصي كاين حذيفه الثاني وحنا كنعرفوا ان المستوى ديالهم بجوج في يعني في قلب الدفاع
كاين خمسه ديال لاكسونترال، كاين الترابي، كاين محسن العشير، كاين المنالي، كاين الدريوش، وايضا لاعب اخر من الامل. وهاد الاربعه اللي قلت كلهم مستويات ديالهم ممتازه، خصوصا سليمان دريوش، هذا الولد اللي فاجأ الجميع في المرحله الاعداديه بالمستوى الكبير اللي قدموه في المباراه الوديه بالخصوص، والانسجام الكبير اللي ظهر بينه وبين محسن العشير في المباريات. في النص كامبو كاين بزاف ديال اللاعبين، يعني الصفافي، الحسناوي، العوده ديال سفيان الضنابط، البوعد لايوب الورديغي، مجموعه من اللاعبين، كمال بالعربي واللي ممكن انه يلعب حتى ظهير ايسر، وتبارك الله يعني كيقدم مستويات كبيره. في الهجوم حنا عارفين لا لين داتاك ديال، وايضا مع بقاء ديال بينغوا في لا لين داتاك ديال ماريشي طواني، كاين طوني، كاين محمد كمال واللي كيبين انه لاعب كبير، كاين شعبان شيلوندا، كاين ايوب الكحل، مام مولاي، هذا الوافد الجديد، مام ليما مولاي اللاعب السنغالي الوافد الجديد اللي ايضا خصو باقي ما بانش المستوى ديالو، ولكن من الفيديوهات اللي تفرجنا انه كيبان انه يعني هداف يعني جيد، ممكن انه يعاون فريق مرسطن يسجل الهدف. يعني مجموعه من المراكز اللي فيها لاعبين، وعاد اللاعبين ديال فريق الامل اللي باغيين يثبتوا يعني المستوى ديالهم ويلعبوا على الرسميه، وخصوصا جوج اللي متالقين بزاف، كنهضر على يوسف الهواري وايضا اللاعب كوراد. هذا اللاعب كوراد اللي كيمشي للمنتخب، اللي متواجد الان في تونس مع المنتخب الوطني للفئه ديالو، فكيقدم مستويات كبيره. يعني لو كان مسموح تصور المباريات الوديه في احدى المباريات، واحد الباس كيفاش كونترول داروا باس بلا ما يشوف اللاعب اللي موراه، كيبين ان غير من هذه تعرف ان هذا اللاعب كوايري بزاف وباغي انه ياخذ البلاصه ديالو. على العموم التنافسيه غتكون بين اللاعبين ديال ماريشي طواني على المراكز، وانا كنهضر على اللاعبين نذكر بسبعه اللي جاوا، اللي هما يحيى الفيلالي، انس مرابط، هشام خلوه، هذا ايضا اللي كيقدم مستويات كبيره، شعبان شيلوندا، محمد كمال، مام ليما مولاي، وايضا البارح تعاقد فريق مرسطواني مع لاعب ديال وسط الميدان يعني القديم الجديد نصير الميموني. نصير الميموني الا كان في المستوى ديالو كنعرفوا القوه ديال اللاعب، ويعني والاضافه اللي كيقدمها في وسط الميدان ديال فريق مرسطواني. العوده ديال سفيان الضنابط من الاعاره، ايضا سفيان الضنابط اللي باغي ياكد على انه كان لاعب جيد، غير اختلافات مع بعض المدربين اللي خلته يبتعد العام الفايت على المغرب التطواني. نذكر باللعابه اللي مشاو ايوب، فتسخ العقد مع الحارس مراد ايزم، مع عدنان الوردي، مع خادم بن حمص، عبد الله سوسوكو، ونيلسون سينكاتوكا، هذا اللي تسخ العقد معهم بالتراضي. وبالنسبه لعبد الله سوسوكو كنت قلت في المراسله السابقه بان العقد تسخ بالتراضي، لكن لا، فالعقد تسخ من طرف واحد بعد التاكيد ديال الرئيس مارسطواني، من طرف الفريق مارسطواني هو اللي استقل العقد مع اللاعب، وحدوا الاجل ديال تحديد يعني في المراسله اللي صيفطوها اللاعب، الاجل ديال اداء المستحقات اللي باقا عالقه عند الفريق مارسطواني، واللي كتوصل ل 400,000 درهم، 40 مليون سنتيم، اللي غتادى في تواريخ حد المغرب التطواني للاعب. وكنظن ان اللاعب ما غيسكتش، غيمشي يدفع الوريقه ديالو للفيفا، يبغي فلوسه كامله. هنا فريق مارسطواني خصو يوجد هيئه اللي تدافع على الحقوق ديالو، لان ثبت ان على حسب يعني الشهاده الطبيه ان عبد الله السوم كيتمارض، كيبغي يبين انه ما كيبغيش يلعب بعض المباريات واخا هو بصحه جيده. هذا الامر اللي خصو يثبتوا فريق مرسطواني باش يبين الاحقيه انه ديالو باش يفتح العقد مع هذا اللاعب. البارح مرسطواني جرى جوج الحصص التدريبيه، حصه ديال تقويه العضلات الصباح، حصه ديال التكتيك في العشيه، اليوم كانت حصه صباحيه، والحصص اللي باقا كامله غتكون في نفس توقيت المباراه تقريبا. كنتمنوا اننا نشوفوا مستويات كبيره لمغرب التطواني، خصوصا مع هاد اللاعبين الجدد. ايوه ان شاء الله نتمنوا، ان شاء الله يكون المغرب التطواني مزيان ويرجع الماضي التالق ديالو اللي ماشي ماضي بعيد وماضي قريب. نستمعوا لانس المرابط الوافد الجديد القديم ديال تطوان اللي كيتكلم على المباراه الاولى كونتر شباب محمديه. بالنسبه لاستعداد المباراه الاولى في البطوله الوطنيه ضد شباب محمديه، كتمر الحمد لله باجواء اخويه جيده، وكلنا عازمين على الفوز، ماش تكون انطلاقه ان شاء الله بانتصار، وكلنا طموح لتحقيق نتائج جيده باذن الله، ولما لا الفوز بالبطوله الوطنيه ونفرحوا جمهور تطوان ان شاء الله.